تحمل جال بس احسب من النواشر ومن على ساقه الله يحييم. حررنا صف كامل صرنا دعوه العالي في راعي الجماهير وعلاقه ما بيننا مرفوعه جامعه لن الحسن ما بيننا عندي دلائل حنا نكمل ما بناه الجد الاولي واخوه الاخوان وضحنا بيان نواشر اهل المبادي والحب الميدان والداعت كل غاوي كاتهم ابو حب كاتهم محمد احمد الناشر اذا كان للمصرى دليله ونعم من وفى واحد من النواشر كفى عن القبيله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مساكم وبارك الله لكم وطابت افراحكم وزادت لنا ولكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهدى والتقى والعفاف. نسأل الله رب العزة والجلال أن يسكننا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا مهدلي أجاك هذا صف النواشر والحسن وصل الدعوة عامة لقضاء العدوى. فإن كان عندك واحد منا وشاعر مشاع قضاء العدوى والله ما نحملك إلا في القلب. قال قبائل عدوى العامة ووصلت إلى العرب ولبوا آل مشتفرة حسب لبوا إلى الندى ووصل هذا الصف يشارك في أفراحك. فأنتم قبيلة العوالدة والخلاوية خاصة عامة أنتم ركن من أركان عدوى فأنتم ذراع اليمين لنا في السراء وفي الضراء وكيف ما نصل. ووصل هذا الصف تقديرا واحتراما ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمعك جمع بينكم الله بخير ورزقك الذرية الصالحة النافعة وجعلك دائم يا أبو قاسم في صحة وعافية. قدمت عن رجال أوفياء وفضيت بشرفين شرفا إن قدموني كراما ووقفت بين رجال أعزاء فهذا شرف لي. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والتقى والعفاف. معانا عطاء من أحسب ومن على ساقتهم فإن كان كثير ووالله ما علينا ووصلنا هنا إلا بسبب جمالك وإن قل العطاء فلن يقل غلاك عندنا يا أبو قاسم. هذا ما قدموني وأسأل الله لي ولكم التوفيق. الله يحييكم. مرحبا بالنواشر على ابو الشفره ومن على ساقتهم نيابه عن حسبكم قبيله العوالجه وايضا والدنا وشيخنا وركننا شيخ شمل قبائل الساده الخلاويه وتوابعها وهو ايضا حسبكم شيخ عرار بن حمد ابو راس الله يحييكم. مرحبا بكم الوف. مرحبا بكم الوف. حقيقه اننا نفخر بالجد الاول اللي اختار نسبنا من عندكم. والله يحييكم. تفضلوا عطاكم سميع ومتحدثكم فصيح واسماعيل اخي والله ما غبي. والله يحييكم وتفضلوا.